ان شاء الله غادي ندخلوا هذه المباراه عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله، ونبرهنوا على اننا كنستحقوا هذا الموسم نكونوا في كاس الاتحاد الافريقي. الان دزنا الكارت فينال، منذ بدايه الموسم كان الطموح ديالنا هو اننا ندوزوا لدور المجموعات، الحمد لله دزنا من دور المجموعات، الطموح كبر. لاعبين ضد فريق نادي الزمالك، فريق قوي، فريق اللي تيبرهن هذا الموسم على انه فريق يستحق يكون في المرتبه الاولى في الدور في البطوله المصريه. هادشي ما كينقصش من القيمه ديال الفريق حسنة اكادير. حنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه. عندنا شوط اول هنا في مدينه اكادير، تنبغيو نقولوا للجماهير السوسيه انها جات تعزر الفريق ديالها وتساندها. لاعبين عازمين باش يحققوا نتيجه ايجابيه في هذه المقابله هذه. هذا كيبقى الشوط الاول في المدينه ديالنا، كنتمنى ان شاء الله اننا نحققوا فيها نتيجه ايجابيه باش نمشيو نلعبوا الشوط الثاني في مصر بواحد المعنويات مرتفعه ان شاء الله. حنا كما قلت لك هذا انجاز بالنسبه لنا وبالنسبه للفريق ديالنا، فحنا كما قلت لك انا ما غاديش هذه مش كنتمناش تكون اخر مباراه بالنسبه لنا. حنا عازمين باش نمشيو ابعد نقطه في المسابقه هذه ان شاء الله، نفرحوا الجماهير ديالنا، لا جماهير فريق كادير ولا الجمهور المغربي، لان كنمثلوا الكره المغربيه. مقابله قويه، مقابله ديال التاريخ، مقابله ديال كما كنقولوا يعني رد الاعتبار للفرق الوطنيه، لان كما كيعرف الجميع انه يعني الفريق الزمالك يعني قصد بزاف ديال الفرق، وخاصه اخرها فريق طنجه. نتمنوا ان شاء الله نكونوا نردوا الاعتبار للكره المغربيه مع هذه الفرق المصريه. وكيف ما كان الحال عرفنا ان الفريق المصري فريق كبير، ولكن هذا بالعكس كان كيعطينا واحد الحافز معنوي، لان ملي كتكون مع فريق ديال الزمالك وبالرغم التاريخ ديالو وبالرغم ان الانجازات ديالو، ولكن كيبقى في رقعه الميدان كيبقى 11-11 المسائل التقنيه اللي التكتيكيه اللي كتناقش. نتمنوا ان شاء الله نكونوا متوفقين في القراءه ديال هذا الخصم هذا، ومتوفقين يعني كما كنقولوا الاستراتيجيه ديال اللي تسير ديال المقابله سواء قبل او اثناء المقابله. ونتمنوا ان شاء الله نكونوا كما كنقولوا نفرحوا الجهه، نفرحوا الجمهور السوسي، وخاصه ان الان المسؤوليه كتكبر، لان يعني خاصه كنمثلوا الكره المغربيه، والكره المغربيه الان غادي في واحد تطور كبير بزاف، ولهذا خصنا نكونوا قد المسؤوليه، وعلى الاقل نقوموا بواحد المقابله كبيره سواء في مدينه اكادير او خارج مدينه اكادير.